بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى العالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. من بوابة أخبار اليوم ومبروك لطيف الكلام، مبروك لكم التحية. وأنا أستعرض بعض نفحات الصبر. هل تتخيل أن الصابرين الذين يحبهم الله، هقول كلمة غالية قوي دلوقتي، يتجلى حب الله لهم في أنه يجيب دعاءهم؟ تصدق دي يا أخوانا؟ ما هو ما فيش حد في الدنيا يقول لك أنا بدعي ربنا مش مهم ربنا يستجيب له، لا بس هذا يعني استحالة. ما فيش واحد بيدعي الله إلا هو نفسه ومن عين أمه وأبوه وجدي وجدته إن ربنا يستجيب له، يفك الأزمة ويفك الكورونا والبرونا والكرب والهزيمة ورجع الأقصى ونشوف العيال بتتجوز وبتخلف عيال بتحفظوا القرآن ونقترع الذرة والبرة والهرة ونجيب الأدوية والغرب يجونا وتعلموا اللغة العربية عشان عندنا كل المنتجات وبتاع كل الحاجات دي كلها بإيده. بس إحنا المشكلة عندنا والله العظيم مشكلة عندنا يا فندم، ما عندناش رصيد في البنك. ايه اللي ماشي وعايشين في شارع البنك ده؟ ما فيش رصيد اصلا. لو لقينا رصيد عند ربنا، ربنا اجاب الدعاء. ايه الدليل على اللي بقوله؟ ان ربنا تجلت رحمته بالصابرين انه يجيب دعاءهم. في سوره صاد اللي اقولها صاد، والقران ذي الذكر، قال ايه ربنا في قصة أيوب؟ يعني قال أنا استجبت دعاءه، وقال له استحمى يا أيوب، والله العظيم أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. استحمى عليك وحي أم أسد، والله العظيم أسد. فربنا قال له هو استجاب له ليه؟ قال إنا وجدناه صابرا. خد عبارة بثلاثة تريليون دولار، قالها الشيخ سليمان الجمل في فتوحات الآية ده اليمين في المجلد الرابع. قال أيوب مراته مرة، مرات سيدنا أيوب عليه السلام، قالت له مرة أيوب قول يا رب. قال احنا عشنا كم سنة في رخاء؟ قالت له 18. ألا أستحي أن أسأل الله كشف الضر ولم تبلغ سنوات الضر كسنوات الرخاء؟ دي السنة الثامنة ليا في الشدة، لما عدت 18 زي 18 رخاء أبقى أسأل ربنا. إلى اللقاء حتى يجمعني بكم لقاء مع بوابة أخبار اليوم ومبروك رطيب.